الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. ارتفعت أسعار خام البصرة لأكثر من دولار واحد خلال شهر شباط وفقا لمنظمة أوبك. وقالت أوبك في تقرير شهري أن سعر خام البصرة المتوسط بلغ خلال شهر شباط 79 دولارا و35 سنتا للبرميل، بارتفاع بلغ 1.5% مقارنة ب 78 دولارا و21 سنتا لشهر كانون الثاني. وأضافت أن أسعار خام البصرة المتوسط ارتفع من شهر كانون الثاني ولغاية شهر شباط بمقدار سن دولار و14 سنتا بنسبة 1.5%. قررت الحكومة في العراق خفض الرسوم الجمركية على العجول والأغنام المستوردة إلى النصف في محاولة لخفض أسعار اللحوم في الأسواق المحلية. وبين مجلس الوزراء أنه بهذا الانخفاض ستصبح الرسوم 2% بالنسبة للعجول والأبقار والأغنام المستوردة لأغراض الذبح، و5% فيما يخص العجول والأبقار والأغنام المستوردة لأغراض التربية، على أن يراجع القرار بعد مرور سنة. بينت وكالة بلومبرغ أن منطقة الشرق الأوسط تقترب من أن تصبح المنطقة الوحيدة التي تمتلك صناديق ثروة سيادية تبلغ قيمتها 3 تريليونات دولار. وجاء الصندوق السيادي الإماراتي في أعلى هرم الصناديق من حيث القيمة، بعدها صندوق الاستثمارات العامة السعودية بقيمة 940 مليار دولار، ثم الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بقيمة 923 مليار دولار. وعلى الصعيد العالمي، يعد صندوق الثروة السيادية النرويجي هو الأكبر في العالم، تليه مؤسسة الاستثمار الصينية حسب ما تظهر بيانات من معهد صندوق الثروة السيادية. ارتفع حجم الاستثمارات الدولية القادمة إلى تركيا مباشرة في كانون الثاني الماضي بنسبة 20% مقارنة بشهر نفسه من عام 2023، ووصلت إلى 910 ملايين دولار. وأظهرت البيانات أن الاستثمارات الدولية المباشرة توزعت على شكل 399 مليون دولار من خلال تدفقات رأس المال الاستثماري، و415 مليون دولار عبر مبيعات العقارات للأجانب، و100 مليوني دولار من خلال أدوات الدين. ارتفعت أسعار المستهلك في أمريكا في شهر شباط مدفوعة بارتفاع تكاليف الوقود والمعيشة، ما عزز المخاوف بشأن استمرار التضخم وتأثيره المحتمل على سياسة سعر الفائدة التي ينتهجها البنك الاحتياطي الفيدرالي في أمريكا. ونقلت وكالة رويترز عن أحدث التقارير الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية ارتفاعا ملحوظا في المؤشرات، فيما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.4% بعد زيادة بنسبة 0.3% في شهر كانون الثاني الماضي. قبل الختام نذكر بأسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وبأسعار المعادن.
ختام الموجز للقاء.